بالنسبة للوضع العام في النجم، كيفاش تشوف الوضع العام في الليتوال بعد استقالة شرف الدين وعودته؟ والله شو مش نقول لك، انا كنت بعيد شويه كما قلت لك، كنت في السعوديه، ولكن مانيش بعيد على الاجواء اللي تصير في النجم الرياضي. سهلي الكر والفر والاخذ والرد والمد والجزر اللي باقي يصير، ويخرج شرف الدين، ما فما حتى حد يعوض ويعاود يرجع شرف الدين. برشا نقاط استفهام معناتها تحوم حول معناتها شكون يشد رئاسه النجم الرياضي ساحلي. مازلت تعتبره أسوأ رئيس في تاريخ الليتوال؟ تسييري ما عنديش مشكله مع شخصيه، ولكن في الاخر بكل مدام الليتوال خسرت سته في عهده هو، مدام فشل خطر سته توجع. شنو رايك في الخلافات بينه وبين جنايح والجزيري؟ ما عنديش كما قلت لك، ما عنديش خلفيه على الموضوع هذا، ومانيش مطلع معناتها على جديد نتاع ما نشكش انا في حب زياد الجزيري للنجم الرياضي ساحلي.